بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم راح أعرض لكم مشكلة صارت عندي طبعا، ولقينا لها الحمد لله والشكر علاج. شاشة 32 LG مصري زيني، اللي يصير الماوس مالته بالأسفل، أسفل الشاشة زين. المشكلة اللي بيها بدلنا لها للداس، فصارت بيها مشكلة، يعني التشغيل الأولية اشتغلت من قبضت الشاشة ودا أفحصها للزبون، صار عندنا دخان. الدخان اللي صار عندنا بهذا المكان اذا تشوفونه يم جوا الفيوز بالضبط زين، يعني هذا المكان، هذا احترق عندنا زين، هذا مسؤول عن 12 فولت زين. السبب الحرق طبعا هو بعدين عرفناه، انه هذه المسطره يخلوها فوق شريط الشاشه التيكون، يعني هو اللي يسوي المشكله. فنصيحة هاي لحد يخليها فوق شريط الشاشة، لأنه أحيانا تحرق الشاشة، فهسه أنا راح أصلحها، ما أدري محترق الشاشة أو لا، بعد ما أدري زين عيني. فالعلاج مالته هو أن نفحص ال 12 فولت، ال 12 فولت نفحصها، نشوفها بأي رجل، نوصلها ويا الرجل الوسط، ويا الرجل الوسط. هسه راح نحكها، هذا نحكها ونشوف المصدر مال 12 فولت منين، نوصلها ويا الرجل الوسطانيه، راح يكون اما من هالجهه او من هالجهه، نوصلها ويا الرجل الوسط، راح نسويها ونشوفها. هنا هسه حكينا هاي القطعه، بقت هاي الرجل وهاي الرجل، نفحص اي وحده بيها 12 فولت، نوصلها ويا هاي، نشبرها الجوانيه. لاحظ الشمبر اللي سويته، هذا الشمبر اللي سويته، وهسه اشتغلت الشاشة، الضوء مالها هسه راح نشوفها، والحمد لله والشكر بدون مشاكل. فاخوان هاي الفيديو ترى كلش مهم، الغوها هذه المسطرة، هاي المسطرة اللعينة راح اسميها، هاي المسطرة اللعينة الغوها بالشاشات ال 32 وال 42 زين عيني. فهي هاي اساس المشكلة، لو تحرق لك الشاشة، لو تضرب لك السيستم مثل ما شفتوها. وتحياتي لكم ورمضان كريم.